أهلا وسهلا. هون احنا سوا تحت الهوا فوق الهوا، مش مهم، بالقلوب مشتركين. ما بحب كلمة تابعونا، دايما هيك بقول لهم، خصوصي بقول لهم ما تقولوا هي تابعونا، ما تكونوا أتباع، نحن مش قطيع، أنا مني خيروف. فإذا نرجع مع بعضنا ومنشوف شو هالسر اليوم يلي الإعلام وسر يحطوا. نعم، كيف نقدر نقتل الإنسان بالنوايا؟ ما فيكم، لأنه رح نحط هيدا علم النوايا، ونحن يكون اتقي شر من، نعم، أحسنت إليه بالإحسان إليه بالغفران. كلمة غفران حلوة كتير، واغفر لنا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء. لما بنغلط يا أخوتي منكون مش أحياء، أموات. فإذا شو القصة؟ ليش اليوم؟ كيف قدروا عملوا هيك هاللعبة؟ رح نكفيها. بدهم يجربوا كل حكام العرب، ما هيك هيك إني هالحكام عندنا محكومين، بتقتلوهم من ميتين بس بعد ما ندفنوا، ما كلهم كلهم على البطن، وخلص عم بيشتغلوا بهالبطن وبيزرعوا هالأمراض، كورينا مورينا جنانا فارينا بارينا، كلها هالمستشفيات بدها تشتغل. فإذا كيف عم بتصير؟ ليش حطوا إنه كيف هو كان عند مارلين مونرو؟ لأنه ثائبت إنه مثل كل رجال ومرأة، يعني بدنا نضل ناكل فلافل كل يوم، يعني هلا شيء لها الصهريج، ما ابنك بيشبق راسه مثل راس الصهريج، يعني ما في يعني زيادة الرحباني بقلبي أنت، ما حدا مثلك، هو الرحباني الحقيقي عنده إياها العفوية، يعني من هو صغير جايبها معه من أمه وبيه. فإذا جاكلين كندي دايما وقت اللي يسألوها قالت لهم بس انقتل جوزها، قالت ليلتها نمت مرتاحة، لأنه كل وقتها كانت عارفة بده يموت قتل، يعني رئيس جمهورية أمريكا وعارفة إنه هو صادق والناس بدها تقتله، أيها الحق تترك لي صديق، يحطوا أسباب عليه. وفي ناس يا أخوتي بنحكيها بعدين، في سحر وشعوذة وحسد، نصف بالقبور قال الإمام علي ماتوا من الحسد، هيدي الطاقة ألفا أوميجا موجودة، أنت كيف بتسحبها؟ هيدا عنده حصد كتير، هيدا عنده سحر كتير، هيدا عنده شعوذة، هيدا بحطها بكبها فيك بدون ما هو يعرف. انتبهوا، فيكم تعملوا تحجيم وتحصين لإلكم، ديماركيشن لاين. هلا كيف تأثرت هالقتل اللي عملوه عليهم اثنينهم، عمر ليمونرو على جون كينيدي وعلى الرئيس هيديك، وكيف قتلوهم كل التجربة، بفرجيك فولد اجين تيكينج كير تو فولد ات اكزاكتلي از بيلو. خذوا ال 20 دولار، هو ليش على 20 دولار؟ أكثر شيء بينصرف بال 100 دولار، مش الدولار وهيديك وهيديك، لا أيوه بال 20 أكثر شيء بتندار بالإيد. عملوا ال 20 دولار هيك وطويوها، لما طوي ال 20 دولار شو صار فيه؟ هيك شيء بيشبه بنيتين كأنهم، ما هيك؟ شو هالبنيتين؟ بناية بناية، يا الله شو هاي صدفة؟ No accident by accident، ما في شي صدفة، إله سبب. بس نحن بنقول خرافة، هي يا خي هيدا الخرافة بيفهم كتير، بس قال كلمات سبق الزمن فيها. A simple geometric fold creates a catastrophic premonition printed all on 20 bills. حطوا كل هالأسرار بال 20 دولار، صارت الناس رح يفيها ماسكها، يعني تمسك هالشجرة بتكرهها بتكرهها، بتحبها بتحبك، العصفور بتحبه بحبك، نملة مثل الأولاد بحبوا يلعبوا بالرمل، بيعملوا بيت من رمل وبيرجع يتهبط بيت الرمل وبيبكوا وبيرجعوا بيلعبوا مع بعضهم. نحن لا، الأولاد زعلوا مع بعضهم نحن بنزعل كمان، بنسب بعضنا بنحكي بعضنا، تعال بيت ولا هيدي كوينسيدنس، مالنا صدفة، ما في شيء صدفة، نحن بنشوفه هيك. انت اللي بدك تعرف. As if that wasn't enough, here is what you have seen. شوف، firstly the Pentagon هولي بنيتين عم بيحترقوا. Then the Twin Towers عم بيحترق. And now look at this. بتعرفوا هلا صرنا نعرف انه ما احترق ولا يهودي، ما مات ولا يهودي بالبنيتين، ولا شو هالفضيحه.
شو مكتوب على العشرين دولار؟ او سا ما تريبل كوينسيدنس اون سيمبل 20 دولار، ديزاستر بالبنتاغون، ديزاستر بالتوين تاور، والديزاستر بأوساما. وين هو أسامة بن لادن؟ كيف اندفن؟ وين مات؟ كريبي ما هيك؟ إنه هيدي كذبة؟ لا. Send this to as many people as you can، لأنه هي this is one history lesson، تاريخ تاريخ بعيد نفسه. نحن بالعلم تبع الميكروبيوتيك نظام الكون بتقولي أخ صومي 36 ساعة بس كون في حدا حدك ينتبه شو عم بيصير فيك. بتقولي أخ بتفوتي على المطبخ شو أكلت أنا بال 24 ساعة؟ ليه عم بيجعني راسي؟ ليش ربط عم توجعني؟ يا عمي ليش عندي إحباط؟ يا الله ايه 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 لا تروحوا على المطعم قبل ما تاكلوا، شو النوايا؟ تتذكروا يلي كانوا امراء هني وقالوا بدنا نعمل نحن شغل، ما بدنا بس الخادم، قاموا الامراء كلهم عملوا نادي للامراء. يلي بيمسح امير، يلي بيطبخ امير، يلي كلهم امراء. في واحد امير قال رجع البيت قال له جيبوا لي الطبيخ. اجى الطبيخ. قال له بدي اعتذر منك، انا رحت طبخه وشفت قديش صعب العمل اللي بتعمله. أنا بشكرك وسامحني. قال له إيه وأنا كمان بشكرك من هلا ورايح ما بقى راح شخلك بالأكل. نحن عنا بالضيعة وهيدي حقيقة بيقولوا كتبت له ما بدي شو عملت له بالأكل هي. أنا كان معي تلميذ أنا وياه عن ميشو حلو كثير ومرته بشعة كثير كثير يعني كلنا. قال راح أخبركم. وهي حكيت قال أنا كنت شفته حلو كثير وأنا سكرتيرته. صرت أقول أنا بدي أتجوزك وجيب منك ثلاث أولاد بنتين وصبي وبعدين بتركك وعمل اللي بدك إياه بس الأولاد بدهم يكونوا مني ومنك. قال بعرف حالي إلا تجوزتك وهلا مفصولين لأنه وفلت هو حلو كثير. It gets even هلا انتبهوا 9-11 شو هن 20 دولار. شو هي ال11؟ هي باب 11-3-11 السلام عليكم 11 واو يمين يسار وعليكم السلام السلام عليكم عليكم السلام واو الحبيب حطه والمسيح حطه. قال لهم قولوا السلام عليكم بركي ما ردوا بترجع لكم. May peace prevail on earth بكل الكتب المقدسة في هالكلمة ليحل السلام في الأرض. كلمة السلام وشالوم بلغات كثيرة. هلا قد ما بتبعتوها لناس بتشوفوا انه الفكر probably will not mind reading بيقراها هي فيكن تعملوا مثلها؟ فيكن تعملوا شيء؟ نعم فيكن تعملوا تحسين. demarcation line موجودة في القرآن الكريم. شو عم بيعملوا هلا تنقول الفكر الشيطاني؟ نفشوا شعراتكم، بتحطوا كلمة منفوش. بتنفش شعراتها، بتصبغهم أحمر. بتحط مانيجير بديجير ألوان هيك، بتلبس كعب عالي وبتطرطق بالكعب، شو بتطرطق بالكعب؟ رفعتي 32 مع 32 فقرة. صار يحطوا بريسز هلا، النيري ضيقة، ولك يا خيي ليش النيري ضيقة عند البنات أكثر؟ ليش هلا صارت كمان عند الرجال؟ لانه انا خلق ابني هيك سنينه بس بلشوا يطلع. شو اكلتي انت؟ هو حبلي فيه. شو قعدت تفرجي كل نهار على التلفزيونين؟ شو عم بيعملوا بناتنا اشبه النساء والرجال؟ شو هالفن؟ هلا علامات الساعه، علامات الصغرى، نجينا من الاعظم. وين الحل؟ الحل مات. بس اعمل هيك في اربع هون. لا يغير الله ما بقوم حتى. عاملوا الناس انتم باخلاقكم مش باخلاقهم. منا سهله بس ما في غير حل. ما في غير حل. انت السائل وانت المسؤول واذا صدق السائل هلك المسؤول. لا يصيبنا الا وقت جاكلين كينيدي جنبي عزيه اليوناني
تجوزته وتجوزها، كيف مات كيف مات ابنه. وهذا العلم موجود بالكتاب اللي اسمه Your Body Never Lies، كتاب العلم الفراسي. مين عندهم بيأجرهم بيبقى فيه هون عظمة هيك، انتبهوا لها، يا بتجيبي نحس فيها يا بتجيبي حسد يا بتجيبي حقيقة، يعني شر وخير. انت كيف تتصرفي بهالطاقة اللي عندك؟ نعم، شوفوا جماعة هوليود كيف بتموت، أغنى الناس وأجمل الناس بينتحروا. دليلة كيف ماتت وغيرهم وهيك. ليش إني أكثر الناس بينتحروا؟ عندهم كل شيء، عندهم المال وعندهم هيك، في شيء ما فيك تشتريه بالمال. قال له هيدا مبسوط كن درجة معروف وأنا ملك وماني مرتاح. قال له أعطيني 99 دولار درهم بلش. راح أعطيهم 99، صار يفتش على المية وبعد عم فتش على المية. أنت بتجيب النحس والحسد والسحر والشعوذة، أنت بتسحبها. ما قالوا له ليك هيدا يا خيي، قال له المنحوس منحوس لو ضويت على راسه الفانوس. قال له كيف؟ قال له لا لا، شفت هي هالمنحوس عنا؟ قال له ايه. قال له راح حط العلبة هيك كيس في مصاري، كل يوم هو بيمرق ساعة خمسة على الجسر، ما حدا بيمرق منكم، فهمتوا؟ ايه. حط الكيس، مرق على الجسر، عيط له ثاني يوم، تعال هون ولي امبارح ما مرقت على الجسر؟ قال له مبلا. قال له انت كل يوم تمرق على الجسر، بضلك تنق وتطق ومنحوس ومدري شو، ما في شيء دق بإجرك؟ قال له مبلا. قال له انا حطيت لك كيس مصاري هوني ودق بإجرك، ما شفت ما حسيت؟ قال له كل يوم انا بمرق مفتح عيني على الجسر، امبارح طلعت بالشمس قلت الشمس حلوه بس هلا بدي اشوفها انا ومغمض عيني، ايه دق اجري بشي هيك كبيته. بينما في واحد قاعد وبعد ما طلعت الشمس وفي حجار هيك، اخذ اول حجر وزدته بالنهر، طرطش 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 طرطش، طلعت الشمس لقى عمى وشقف جوهرات الماس، بس الحمد لله بعد معي وحده يا حبيب قلبي وهيدي الي، الحمد لله بعد معي وحده، هو الحبيب يلي بقلبي هالجوهره، خبزنا كفات يومنا كل يوم يا حبيبي انت، لا تملكه حتى تنفقه، وهلا لبق تنفقوا اموالكم على النفاق، لا ترموا مجوهراتكم للخنازير، يمكن الخنزير احلى من الوزير 100%، بس انه شوفوا مين في ناس جوعانين عريانين اوادي منيح صالحين مش طالحين، تذكروا اللي هيدا من صيدا واجى على طرابلس. قال له هي اول مره انا بجي على طرابلس، كيف اهل طرابلس؟ قال له اهل طرابلس كذابين منافقين دا 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 دا. كيف اهل صيدا؟ قال له مثل اهل طرابلس. مشي شوي قال له انا هي اول مره بجي على طرابلس، انا من صيدا يعني، بس كيف اهل طرابلس؟ قال له والله انت هي اول مره بتجي انت ضيفنا، اذا انا ما باخذك على البيت ولا مرتي ما بتفوتني على البيت، بتقول له كل ما لقيت ضيف بطرابلس بتجيبه يفطر معنا، ولا هيدا رمضان يعني لا لا ليل بنفطر سوا، نحن اخوه بالروح واخوه بالدين واخوه، اخذوا وراح. كيف اهل صيدا؟ قال له مثل اهل طرابلس كما تكوني، ولا عليك انت كيف بتشوفني؟ انا مرآه لك، كانوا يسبوني 99.99%، هلا 90. خبرتكم يعني وحدة قال لي انت كلبة ولي؟ قلت له يا ريتني كلبة، وللكلبة بتعرف تعوي، انا ما بعرف لا عوي ولا نوي. طلعت في ناطرته، ايش قعدنا هيك على اساسين حجار بانك وقعدنا. قال لي كيف يعني استحينا مني؟ قلت له طيب ليش شو عندكم غضب؟ يعني بشكركم حطيتكم غضبكم فيي، لو ما عندي حب ما حطيت فيي الغضب، بس ليش هالرسالة اعطيتني اياها؟ قلت لك فيني احملها؟ قال لي هالمنطقة كلها مسيحية بتضلك تحكي عن الاسلام، شو بدنا فيهم؟ قلت له معك حق يعني، وحكينا هيك. انا هاو بلاقيهم هجنين بتتصيدون يعني. قال له ايه معها حق، اسكت. قال له لا خي ما معها حق، نحن موارنة الكرسي الحكم. قال له هيك اسكت نبير معها حق. قلت له انتم شوفوا الحق فيكم يعني، لا نحن فهمنا المسيح ولا محمد ولا بودا ولا رابعة ولا الحلاج. قليل الحلاج كيف عذبني؟ كيف؟ قلت له عطشني له إجري، بشكركم هي أول مرة، لأن قال لهم إلهكم تحت إجري.
وقال له معلمه لا تقوله، قال له ما بقدر بدي بقى. قلت شو له اجره؟ بشكركم، هاي اول مره بتوضى بالدم، هاي اول مره بتوضى بالدم، وعينيه عم بيضوي وهو عم بيضوي يعني. قلت شو له رقبته؟ ضل يبتسم، نبشوا تحت لقيوا حاطط دراهم. إليه كنت تحت اجره، ولما عم بيقطشوا له اجره طلع فيهم قال له ما فيك تغشني، عم بشوفك بايديهم، هني عم بجربوني بايديك انت فيهم، رح شوفك بكل شيء. لا الله، بالمجرم وبالرحمه وبالرجمه وبالرحيم وبالرحيم وبكل شيء، بكل شيطان وبكل انسان، اينما توليتم فتم وجه الله. هيدا الحلاج شو عملنا بالحجاج؟ كرمني وبالحلاج. مشان هيك هلا هيدا زمن نحن عايشينه الأمة العرب والمسلمين بنوع خاص، ما في مسلمين بس انه مؤامرة اكثر على المسلمين. هلا عزلي عن الناس، نعزلوا غربي لي غربي، فوتوا لجوا وادعوا بالخير للكل، وكل واحد هيك سمحني سمحني سمحني، انا السبب في أربعة هون، أنا السبب في أربعة. هالعلم بعلم لحو، جمال علم، and the love of God، الله بحبنا. وهيدا العدد واحد مع ثمانية مع واحد تسعة، 12 مع ثمانية مع اثنين تسعة ثمانية. شوفوا هالعلم ليك، تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد، واحد 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 12 مية وثلاثة وعشرين مية. هيدا سر كتير كبير، 11 11 11 11، واحد 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 بهالعلم. هلا ركبوا الكلمات هيك بريليانت كلها، شوفوا بموقع ببيت الله او بعثوا لي بريد ببعث لكم. يعني الفكر ما بيقدر يعرفها، هي ابعد من حدود الفكر، هيدي بحدود الذكر، على منابر من نور في لحظات القيامه. على طول اهل الذكر او اهل الصفا ما قبل كل الديانات وكل الطرق، هن هيك عندهم الحكمة وهالاستسلام إلى الله، الرضا والتسليم، نهاية العلم والتعليم. شوفوا شوفوا على from district what equal، شو يعني 100%؟ شو من الكلمات اللي عم بيحطوهم 100% about achieving 100%؟ شو الكلمة A B C D E F G H I T T كله؟ هيدي واحد اثنين ثلاثة أربعة، الأحرف، الأحرف الأبجدية العربية والأجنبية تتناغم مع الحرف العربي. هارد وورك شو طلعت؟ 98%. نوليدج العلم المعرفه 96%. اتيتيود التصرف 100%. الاخلاق اتيت لاتمم مكارم الاخلاق. بعدين اطلع حب لاف اوف جاد، لاف اوف جاد 101. بعدين بتشوف رحمتك وسعت كل شيء، ابعد من اي علم وأي عدد وأي حرف. وهلأ بدي اعتذر وما رح أذكر اسمك أبداً، ما تقولوا لي مين اسمها، قالوا لي عربية لبنانية من مكاني بس من أمة العرب. 25 مليون دولار دفعت حقها الخاتم. هلأ وقت بيقولوا خاتم، خاتم الأنبياء، خاتم الحكماء، خاتم اللي بتلبسوا بإيدكم، هيدا خاتم، هيدا المحبس هون وهون، محبس الزواج بتعرفوا كيف صار، هيدا المحبس، هي بتفتح هي بتفتح هي بتفتح هي ما بتفتح. هون شرايين القلب، إذا عندنا حب صادق بيني وبينك، بيني وبين الطبيعة، بيني وبين هيك لحوي بهالمسارات اثنينه ما بيفتحوا. ولكن الحب الزواج بين رجال ومرأة هيدا عمل شهواني، عاطفي، انفعال. مشان هيك بتحطي المحبس هون، أنت خاطبة هلا بتحطيه هون، وبس يموت جوزها بتحط خاتمين. هي أرملة، هو منه أرمل، ما ماتت مرته قاعد يبكي، قالوا له شو عم تبكي؟ بعدك شاب، قال له نعرف بس الليلة شو بدي أعمل؟ ما في ضايل ليلة يعني. هلا شو في عم؟ كل واحد منا يشوف، أنت الحبس وأنت المحبوس، أنت المرض وأنت المريض، أنت الحر وأنت الحرية، أنت الرقصة، بي ذا دانس مش الرائس، كون أنت الرقصة. ليش حطيت هل تفتخر وتكبر؟ لك مرة اجت لعندي وحدة حاطة كل المجوهرات وهيك، قالت لي ما بيحترموني الناس، بس هو كلهم اصطناعي. وحدة مرة استأجرت خاتم من عند جارتها عقد، وراحت نسيته مدري وين وضاع،
اشتريت واحد تاني بعد 20 سنة. قالت له هلا رح خبرك خلصت حقه. قالت له دي اصطناعي هي. اليوم الانسان كله سيليكون صار، بعد في شيء طبيعي من بعد ما يعملوا لك كل هالميك اب؟ كوني طبيعية، كيف ما تكون طبيعية؟ ما فيها شيء طبيعي. هالفنانة اللي عم بتغني وترقص ومدري شو، كل شيء صار اصطناعي، كله سيليكون، الاكل، الاولاد، الناس، كلهم عم بحطون وين؟ هيك كانت اطفالنا. حطوهم بالمي، غمروا بعضهم. هيدا توم هيك جوا وبالمي. شو صار؟ غمضوا عينيكم اذا كنت بحبلي. عمرها 30 سنة، هيدا شكلها 9 اشهر. شوفوا هالشر بسببنا. بالله سامحينا. وين الحل؟ مش بالميت، ما مات الحل بس هالميت. شوفوا هيدي في منها بطرابلس، وين ما كان بطرابلس في مطرح. اذا ما معك مصاري حطت لك خبز برا. هلا شو عندك شيء 6 اشهر او سنه ما لبستيه؟ علقوه برا كلكم. في مدينه ببلد كيب تاون بالجنوب بافريقيا في شارع كامل للتبرعات، بيعلقوا الناس ملابسهم واحذيتهم وبياخذوها المحتاجين بدون اي حرج. كلنا هلا بلبنان، كل اخوتنا وخياتنا واماتنا وبياتنا اللي عم بيشحدوا دخيلكم، ما فيني اشوف حدا عم بيشحد. ما فيني اشوف هيك واحد مقطوع ما عنده حدا. فاذا كل واحد منكم شوفوا شو فيكم تعملوا. احي ما ضروري تحطوا تعليق او تحطوا هيك، لا خذوهم تنقول على اي مؤسسه، بس ما في مؤسسات انسانيه ابدا، انتوا روحوا. انا ما بامن باي مؤسسه انسانيه بلبنان، سامحوني. يلي عملته مريم ما حدا عمله بكل الامه العربيه. مؤسسه انسانيه بالملايين الدولارات. ما بيتلفني بيسال، انا من عايزتك تسال عني. بس اعطيتك مصاري حتى كمان، هو محامي تيقدر يسكر بيت السلام، اتفق محامي مع محامي، خيو العباس محامي المستلم بيت السلام، حراميه بحراميه كلهم، رجعت حطيت كمان شليطه قلت له شلطوا شلطوا. سكرنا بيت السلام، الي سنين ما بتعاطى ابدا مع اي انسان الا ببيتي، بيت مر ويم ونور، ما الي ثقه بحدا ابدا بكل هالامه. يمكن نحن شي خمسه بهالمليارات العرب والمسلمين يا عار العالم. اكيد محمد كيلاني هذا اللي ما بشك فيها، وديك بشك دايما بيجيني الشك. قال له ليش عم تنفخ اللبن ولا؟ قال له قد مكاوين الحليب كلهم، ما التقيت بواحد. من اول واحد طبيب سنين ارمني ما بقدر الكم شو عمل لي. رحت لعند واحد اسمه برنار هاشم اخذ 10000 دولار وعمل لي سنين، هيداك اخذ 80000، قال لي بعد بدي لل 150 الارمني. سو ما تقولوا لي هيدا ادمي هيدا مش ادمي. كل اطباء سنين يوم عم تحط سرطان بالتم بدون ما تعرف، حطوا توت تروث هولدا كلارك عمرها 88 سنه قتلناها. طبيب اوباما درس هالعلم وكان عم بيموت. طبيب تجميل وهيك وهيك درس درس طب سنين وعمل له سنينه. انا اللي جنسني صديقه لاوباما. قال باسبوري غلط، قلت له انت يو ار فاكينج ذا هول بلانيت، يعني انه انا باسبوري لانه كنا نتجوز على الاوراق وهلا بعد فينا نعمل او فيني جنس ناس هيك، بس جنست كثير عرب واندمت خلصنا. هلا عم بيشحطوا اكثر العرب المجنسين، عم بيخلفوا كثير وتزعبر وتسرق. ناخذ وسخنا معنا ومنروح؟ لا، نظف حالك بهاللحظه. ناو از ذا اونلي تايم. تتذكروا هالاثنين ختياريه ببيت، واحد قاعد على الشباك في قدامه واحد على الحائط. هيدا اللي على الشباك كل الوقت بخبروا قصص لهيدا الثاني، بخبروا قصص وحكايات. واجا وقت رجال كبير مات اللي على الحائط على الشباك. قام اللي على الحائط قال له حطيني هون. قلت له ليش؟ قال له لانه كل الوقت كان يخبرني قصص وحكايات وهيك. قالت له هيدا اعمى. قال له كيف؟ قالت له اعمى وما في شيء الا طلع شوف لحو حاك. بفرح نفسه وبفرح غيره. وبتذكر حكايات وبيقراها وكان من هو صغير وغيره. مشان هيك الام ناميه تذبح لك طير الحمام، نامي انا حبيبي تتنام مدري شو لتذبح لك، شو خاص يذبح لك طير الحمام؟ بخاف
بدي اكلك، انا بدي اكلك، بخاف بتاكلنا. انتبهوا شو بتحكوا، اسمعوا لهم لهالاطفال. خبرتهم في مول عندنا بالاشرفيه، ولد عم بيقول لامه دادي لوكس لايك ذس، مثل المانيكا. قلت له بدي اساله، نقزت مريم نو مع ولد ثاني معه جنزير ومع كلب معه جنزير، 14,000 دولار جنزير الكلب. قلت له ليش تيتا هيك دادي؟ قال لي دادي بايده ما فيها حياه، نو لايف، مثل هيك بيمسكه بايده نو لايف، بيمسك صاحبه في حياه. ما فيكم الاطفال عندهم البراءه، ما عندهم الحكمه بس عندهم البراءه. تعلموا الحكمه وارجعوا للبراءه. ان لم تعودوا كالاطفال لن تدخلوا ملكوت الله. المسيح قال واغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. كلنا ضحيه الجهل، والإنسان عدو ما يجهل. نحن عشافير الهاوية كلنا بسببنا. الحق علي، الحق علي، الحق علي، الحق علي. لا يغير الله ما بقوم حتى نغير ما بأنفسنا. إذا أنا ما غيرت نفسي وما حبيت نفسي تتغير، كيف بدي أحبك؟ إذا ما عندي مي كيف بدي أسقيك إذا أنت عطشان؟ فإذا أنا بضوي شمعتي وأنت بصير اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، بيقوى النور. نتذكر ساعتها أنه كلنا نور من نور إله من إله. ما في سني شيعي كاثوليكي، نحن إنسان، ورفع الميزان بالإنسان.